المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللبنانية في 48 دولة انطلقت ليختار خلالها اللبنانيون المغتربون ممثليهم في مجلس النواب اللبناني، واختاروهم اليوم. اللبنانيون في الخارج حشدوا عبر منصات التواصل والدعوات التي أطلقوها لإحداث تغيير حقيقي ينتشل لبنان من أزمته، وبانتظار التصويت في 15 من مايو في الداخل اللبناني، ومع الاعتراضات على قانون الانتخابات في صيغته الحالية، هل سينجح اللبنانيون هذه المرة في إحداث تغيير حقيقي، أم أن الاستقطابات الطائفية والنفوذ وتأثير السلاح لا تزال أكثر قوة من ذلك؟ ضيفانا الليلة من بيروت القيادي في التيار الوطني الحر مالك أبي نادر، وعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل فادي سعد. أهلا بكما معنا الليلة في غرفة الأخبار. أستاذ مالك، استكملت اليوم المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية اللي تشمل المغتربين اللبنانيين كما ذكرنا 48 دولة من حول العالم. نسب المشاركة لا بأس بها أستاذ مالك، أو غير متوقعة، كيف نظرتم إلى النسب اليوم واللي حمل معظم المشاركين فيها شعار التغيير؟ مساء الخير. أولا سيدتي، نحن نعتقد أن النسب المشاركة متوقعة، لأن العام 2018 كان هناك تسجيل حوالي 90,000، لم يشارك منهم إلا 47,000، بينما التسجيل هذه السنة بلغ حوالي 235,000. أي أن هناك رغبة لدى اللبنانيين في الخارج لسببين. أول سبب الاحتقان والواقع السياسي والاقتصادي الموجود في لبنان، يشعر جميع اللبنانيون بأنهم يستطيعون أن يغيروا من خلال الانتخابات ويصبحوا مهتمين. والموضوع الثاني أنها للمرة الثانية هناك انتخابات في الخارج. المرة الأولى لم ينتبه اللبنانيون بأنهم وبعد معاناة طويلة منذ الاستقلال لم يستطيعوا أن ينتخبوا أن يشاركوا في العملية الانتخابية، وكانت هذه أول مرة. وكلنا نعلم أن أول مرة دائما في حدث كهذا أول مرة تكون للتجربة، ولكن ما حصل أن اللبنانيين الذين اقترعوا والذين كانوا في لبنان نقلوا هذه الأمور لللبنانيين في الخارج، وساهموا في أن يكونوا متحمسين لهذا الموضوع. إذن الواقع الاقتصادي والسياسي المأزوم وكونها ثاني مرة هو الذي أدى إلى هذه النسب المرتفعة، ونحن نقبل أن تكون هناك نسب مرتفعة أكثر. هناك بعض البلدان التي تفرض غرامات على من لا يشارك في العملية الانتخابية. نحن لا نريد أن نصل إلى هذا الموقع، ولكن نحن نريد أن تكون هناك مشاركة واسعة من كل اللبنانيين في هذا الموضوع. مع العلم أنه كان في مخاوف يا أستاذ مالك من قبل التيار الوطني الحر من هذه المشاركة الكبيرة. سأعود معك للحديث عن هذه المسألة بالذات. أريد أن أجاوب على القسم الأخير من سؤالك. فضل. نحن لا نرى أن الموضوع يتعلق بالتغييريين فقط. في المغترب اللبناني من جميع الألوان ومن جميع الأطياف السياسية، وغدا سوف تظهر النتائج الصناديق مع المشاركين والتأييد بالمشاركين لأي جهة سياسية. على ما يبدو الأستاذ مالك مرتاح لهذا التصويت اليوم. سنعود للغوص في تفاصيل لمن صوت المغترب اللبناني. أرحب بالأستاذ فادي سعد معنا أيضا في هذا الحوار. نحن نعرف أستاذ فادي أنكم ملتزمون خيارات الرئيس سعد الحريري بالانكفاء عن هذه الانتخابات. كيف تابعتم تصويت المغتربين اليوم، وإلى أي مدى يمكن القول أن ناخبي تيار المستقبل التزموا أيضا بالانكفاء؟ مساء الخير. أهلا وسهلا لك ولضيف الليلي. طبعا كتيار مستقبل نحن علقنا عملنا السياسي والانتخابي ولن نشارك في هذه الانتخابات. وعدم المشاركة، الرئيس سعد الحريري قال أنه لن يترشح أحد باسم تيار مستقبل ولن يكون هناك مرشحين لتيار مستقبل، ولكن الرئيس سعد الحريري لم يدعو أحد إلى عدم المشاركة أو التصويت، ولم يدعو إلى المقاطعة، وبالتالي ترك الخيار لناخبيه.
هؤلاء الناخبين يا اما راوا في بعض المرشحين من يمثلهم او لم يروا في احد او احد المرشحين ان يمثل توجهاته السياسيه او الوطنيه، وبالتالي كل ناخب لديه الخيار كاملا بان يشارك بالعمليه الانتخابيه او لا يشارك بالعمليه الانتخابيه. ولكن بالعوده الى الانتخابات المقتربين، يعني اللبنانيين جميعا فرحين بان يكون هناك الانتخابات تجري في الخارج وان يشارك فيها المقتربين. واضح بان هناك نسب جيده للتصويت سواء يوم الجمعه الماضي واليوم، وهذه النسب تشبه تقريبا النسب التي شاركت بالانتخابات سنه 2018. بال 2018 شارك تقريبا 50% من المغتربين، واليوم هناك مشاركه افضل في بعض الدول، وبعض الدول ما زالت النسب قليلة. نهار الجمعة كان هناك نسب تقريبا بين 47% إلى 60% في بعض البلدان، واليوم هناك نسب متقاربة. الأهم بذلك هو النفس التغييري الذي قلت عنه بمقدمة البرنامج اليوم. هناك نفس تغييري لدى المشاركين خاصة في بعض الدول، واضح جدا بأن معظم المشاركين هناك مشاركة ضد ما يسمى السلطة أو الأحزاب الموجودة الآن في السلطة والتي تشارك في الانتخابات. هناك صوت يسمى أنتي ريجيم، فبالتالي هناك يعني هجمة كبيرة من المغتربين ضد الذين يشاركون الآن من السلطة، والنتائج سوف تترتب عليها بعض التغييرات في بعض المناطق، لأن هذا الصوت سوف يكون مؤثرا خاصة في المناطق المسيحية. ما وصلتكم معلومات أستاذ فادي لمن صوت ناخبو تيار المستقبل اللي شاركوا في هذه الانتخابات اليوم؟ حتى الآن هناك لا نستطيع أن نعلم حجم المشاركة خاصة في بعض الدوائر، ولكن بالنهار الجمعة الماضي كان هناك مشاركة خجولة لجمهور تيار المستقبل بالانتخابات، يعني كانت تتراوح بين 21% إلى 35% فقط من المشاركة للجمهور أو للطائفة السنية في الانتخابات. وهذا يدل بأن هناك حجم كبير من الجمهور تيار المستقبل لا يشارك في هذه الانتخابات. للعلم أن الذين سجلوا في الخارج هو رقم 225,000، بينهم 45,000 فقط من الطائفة السنية و 45,000 أو 46,000 من الطائفة الشيعية، والحجم الأكبر فوق 50% و53% هو الطائفة المسيحية. وهذا ما يعني كان بطبيعة الحال أستاذ فادي، خلينا نوضح للمشاهد اليوم العربي، هذا ما كان يخشاه التيار الوطني الحر، لأنه يعني شكل المغتربون المسجلون من المسيحيين تحديدا والتي بلغت نسبتهم على اللوائح الانتخابية حوالي 60%، يقال أنه شكلوا مشكلة للتيار، لأنه كما ذكرت أستاذ فادي غالبية هؤلاء جاءوا ليصوتوا مع التغيير وضد الأحزاب الموجودة في السلطة. أنا بدي أعود للأستاذ مالك حتى أسأله، ما الذي يريح اليوم من هذه النسب المرتفعة اللي شاركت، ولماذا يقول يجب انتظار الصناديق؟ يعني حسيتك أستاذ مالك وكأنه يعني المغتربون اليوم صوتوا لصالح السلطة. يا سيدتي، نحن لدينا ثقة بأن اللبناني أينما كان لديه يشعر مع اللبناني في الداخل ويراقب الواقع السياسي، وهؤلاء الذين تسجلوا في الخارج مجرد أنهم تسجلوا في الخارج لينتخبوا في لبنان، أي أنهم معنيون، أي أنهم يتابعون الوقائع السياسية اليومية في لبنان. نحن نكتفي بهذا القدر من النقاط لنقول بأن الواقع السياسي وخاصة لدى المسيحيين، كونك أنت تكلمت عن هذا الموضوع، أن الواقع السياسي للمغتربين هو نفس الواقع السياسي للمقيمين. بل أكثر أستاذ مالك، خليني أنا أضيف إلى هذه المسألة نقطة أساسية. هم لا يعيشون فقط ما يعيشه المواطن اللبناني في بلاده، هم غادروا لبنان للأسباب نفسها اليوم، اللي هي أسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأسباب أودت بلبنان إلى الحالة. لا، رأي كل لبناني في الخارج. خلينا نطلع أنا وياك أستاذ مالك على الأرقام اللي غادرت
لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الماضية. ما الذي تقول هذه الأرقام؟ خلينا ما نبعد عن الحقيقة يا سيدتي. الواقع اللبناني المأزوم، أنا قلت لك هم متابعون للواقع اللبناني، الواقع اللبناني المأزوم، وطبيعي أن التأثير السياسي الذي يخضع له اللبناني هم في لبنان سوف يكون، أو الرأي السياسي الذي يعتنقه السياسي في لبنان سوف يكون معه في الخارج، لأن في عالم الاتصالات الحديثة لا يوجد انقطاع عن الواقع السياسي، عن الأهل، عن المتابعات في عالم المرئيات، في عالم التواصل الاجتماعي، في عالم الاتصالات السهلة. لم يعد هناك، العالم كله قرية كونية واحدة، هذا يعني لا يكون انقطاع بين الواقع، بين الوطن، بين المواطن والمقيم والمغترب. لا أبدا ما في انقطاع أستاذ مالك، ما في انقطاع. المغترب اللبناني اللي جنى عمره كان من الخارج كمان فقده في لبنان، يعرف تماما المغترب ما الذي يحدث في الداخل اللبناني، يعرف من أفقده يا سيدتي تماما، يعرف من أفقده، يعرف تماماً. من سرقه، ولذلك يعرف اللبناني من سرقه تماما، من سرقه. واللبناني العايش الذي يعيش في أوروبا يا سيدتي يعلم أن هناك 7 بلدان تلاحق ملف سرقة الأموال اللبنانية وتبييض أموال السياسيين اللبنانيين، ويعلمون من الذي قام بذلك ومن الذي يدعو ويعمل ليل نهار مع الحكومات الأجنبية ومع الدولة اللبنانية ومع الأجهزة الأمنية والقضائية في لبنان لكشف هذه الجريمة الكبرى. تمام. اللبناني يعرف ذلك، واللبناني الذي يعيش في أوروبا يعرف أيضا يا سيدتي أن من سرقه وأين هرب وبيض. ولذلك تمسك التيار لفترة طويلة بتخصيص 6 نواب فقط للتصويت يا أستاذ مالك، إن كان يعرف جيدا ما لازم يخشى من تصويت المغتربين يا سيدتي. 6 نواب وردت في النظام الذي أقر في القانون الذي أقر عام 2017 وليست جديدة. اللبناني التيار الوطني الحر دعا إلى عدم تعديل على قانون الانتخابات، هذا ما حصل. ما تتكلمين عنه هو كان في صلب القانون، والقانون والتيار الوطني الحر يرى أن سبب تخصيص المغتربين ب6 نواب هو ما يزال هو نفس السبب، ولا خوف لدينا من انتخاب المغتربين. عظيم. ما نحن ما رمى إليه التيار الوطني الحر في تخصيص المغتربين ب6 نواب هو إسماع صوتهم، وهذا ما كان يجب أن يحصل. ولكن بطبيعة الحال هذا أمر بات من الماضي. اليوم صوت المغتربون كأي مواطن لبناني موجود داخل أراضيه. أستاذ فادي، إلى من صوت المغترب بتقديركم؟ البعض يقول أنه غالبيتهم غادر البلاد هربا من الأزمة الحادة التي تعيشها، فبالتالي هل يمكن القول هنا أو الرهان على أنه المغترب بالفعل يريد التغيير؟ أستاذ مالك يقول أنه المغترب اللبناني يعرف تماما من سرق أمواله، ويعرف تماما من فجر المرفأ، ويعرف تماما لماذا يعيش داخل اللبناني كل هذه المشاكل اليوم. يعني من العودة إلى الأشهر الثلاثة الماضية، تستطيع أن تعلمي جيدا مخاوف التيار الوطني الحر وبعض الأحزاب في لبنان التي كانت تحاول التهرب من تصويت المغتربين داخل اللبناني. كتلة مستقبل صوتت مع تصويت مع مشاركة المغتربين بالانتخابات في الخارج للمقاعد الداخل وليس على المقاعد الست التي اخترعها التيار الوطني الحر للتهرب من تصويت هؤلاء. بس أنا بدي أعطي شوية أرقام لنعرف المشاهد العربي كيفية توزيع النسب الطائفية في بعض البلدان الاغتراب الأساسية. يعني مثلا بفرنسا هناك 70% من 25,000 ناخب مسجل بفرنسا، 70% منه من الطائفة المسيحية. بأمريكا هناك تقريبا 20,000 يعني 27,000 بأمريكا بالولايات المتحدة الأمريكية، 19,000 يعني 71% منهم من الطائفة المسيحية. حتى بأستراليا 20,000 مسجل خارج لبنان، 15,000 بيناتهم من الطائفة المسيحية. يعني تقريبا 73-74% من أهم مطارح فيها اغتراب هي من الطائفة المسيحية. وهذا يدل على المشاركة الكبيرة اليوم، المشاركة ضد
هؤلاء الذين أوصلوا لبنان اليوم ومنهم التيار الوطني الحر، ومن أجل ذلك كان التيار الوطني الحر يريد الهروب إلى الأمام وحصر تصويت المغتربين بست مقاعد فقط تكون هي مقاعد خارجية لا تتعلق بالداخل اللبناني. والمشاركة الكبيرة اليوم التي وصلت إلى حدود 60 أو 70% في هذه البلدان تدل بشكل واضح على التصويت المضاد ضد السلطة أو ضد أحزاب السلطة أو المشاركين اليوم في السلطة. ومن أجل ذلك كان التيار المستقبل قد نحى بنفسه جانبا خارج هذه الانتخابات وخرج منها قبل أن تبدأ، وبالتالي التصويت اليوم هو تصويت تغييري واضح جدا وخاصة في هذه البلدان. وحتى بالإمارات العربية المتحدة هناك أكثر من 53% من المسجلين هم من الطائفة المسيحية، وعندما نقول بأن 76% شارك اليوم بالانتخابات بأبو ظبي مثلا، يعني سوف نقول يعني تلقائيا نقول بأن هناك أكثر من 60-70% عم بفهم منك أستاذ فادي، عم بفهم منك أنه المعركة الانتخابية اللي نعيشها حاليا هي معركة مسيحية. طبعا هي معركة مسيحية في بعض الدوائر وخاصة كسروان والبتون. ملاحظة كمان إضافية، نسبة التصويت للمسجلين في البتون وصلت إلى حدود 86%، يعني بدائرة الوزير باسيل 86%، بينما دوائر أخرى وصلت إلى 40 و45%، إلا بدائرة البتون 86% ودائرة كسروان وصلت إلى 74%. يعني حتى نعلم جيدا أين هي المعارك الأساسية ولماذا المغترب اللبناني يشارك بكثافة، لأنه يريد قلب الموازين في بعض الدوائر وخاصة الدوائر المسيحية التي هناك معركة حقيقية بين التغييريين وبين التيار الوطني الحر. هذا سؤال كبير سنطرحه على الأستاذ مالك أبي نادر، هذه المعركة كما وصفها الأستاذ فادي بالمعركة المسيحية هل تؤدي إلى تغيير شامل في البلاد؟ والكل يعرف أنه في بعض المقاعد بالنسبة للأحزاب الأخرى في الدولة مؤمنة. يا سيدتي، أولا هناك مغالطة بالإذن من الزميل فادي. تفضل. أولا لنجد أن الدوائر السنية التي كان يسيطر عليها تيار المستقبل شهدت أكبر نسبة من اللوائح المؤتت والترشيحات. مثلا دائرة طرابلس المني الضنية هناك تسع لوائح مرشحة على في هذه الدائرة. في عكار هناك سبعة، في بيروت الغربية كم يوجد هناك، في البقاع الغربي كم يوجد هناك. هنا تستطيعين أن تقولين من أين في أي وسط مطلوب التغيير؟ أرجوك لا أريد المقايلة، لا أستسيغ الموضوع. لا بالعكس، هذا شيء جيد أستاذ مالك، هذا شيء جيد، خلينا نردها أنه تكون معركة حقيقية هذه المرة. لماذا جيد؟ لا لازم يكون وليس جيد، لا لازم يكون في معارك أينما كان، هذه هي المعركة الانتخابية. كثير منيح، ما حد يعني يقول لا، بس ليس الدليل أن هناك معارك فقط في المناطق المسيحية. هناك دوائر في المناطق المسيحية لا فيها ثلاث لوائح فقط في المناطق المسيحية. لماذا إنكار هذا الموضوع؟ أما الكلام عن أن هناك معركة بسبب كثرة المشاركة، نعم المسيحيون معنيون بتحديد مسار هذا البلد، والمسيحيون مشاركون أساسيون في هذا الموضوع سيدتي. وأكبر دليل على ذلك هو الحيوية الديمقراطية الموجودة لديهم. ولكن كما قلت، ما نستطيع وما نسمعه ونتكلم عنه اليوم بالتكهنات وبالترجيحات وبالكذا سوف نعلمه بعد أسبوع، وسوف نعلم يا سيدتي أن هناك مغالطة كبيرة في جلب أو في تجهير الواقع الاغترابي، الواقع الاغترابي ضد التيار الوطني الحر كما تقصدين أنت والأستاذ سعد. هذا ما سمعناه أستاذ مالك، هذا ما سمعناه اليوم من تصريحات المقترعين، يعني الكل كان يريد التغيير. يا سيدتي، خلينا نقول من هي وسائل الإعلام ومن توالي وسائل الإعلام الذي استصرحت المشاهدين؟ يعني أنا سمعت مباشرة أستاذ مالك، أنا سمعت مباشرة. خلينا يعني ما نغوص بمسألة وسائل الإعلام وتسييس كل وسيلة ومن يدفع لها. إن شاء الله الأيام اللي جاي بتشهد تغيير يا أستاذ مالك، بدنا لبنان أفضل. أستاذ فادي، قبل ما
ينتهي وقت هذا اللقاء. أنا بدي أسألك عن موضوع قرأنا كثيرا عنه خلال الأسبوعين الماضيين وما تشرفنا وكنت معنا حتى نسألك عنه. تحدثت بعض المعلومات عن يعني طلب الأمين العام لتيار المستقبل من حضرتك شخصيا، حضرتك المسؤول عن ملف الانتخابات بتيار المستقبل، أعذرني، سألك عن داتا الناخبين. شو حقيقة هذا الموضوع؟ البعض تحدث أنه في خلافات داخلية بتيار المستقبل. ده أكيد، لا أكيد ما في خلافات، والأمين العام تيار المستقبل وأنا وكل هيئة الرئاسة ملتزمين بقرار رئيس سعد الحريري، وما في حدا ما ملتزم بهذا القرار ومؤمن بهذا القرار ومقتنع بهذا القرار وعم بنفذ هذا القرار. كل قيادة تيار المستقبل مقتنعة بهذا القرار، وتيار المستقبل غير معني بهذه الانتخابات، لا مباشرة ولا طريقة غير مباشرة، لا من تحت الطاولة وفوق الطاولة. كل اللوائح والناخب والمرشحين لا يعنوا تيار المستقبل، لا ندعم لائحة ولا نحارب لائحة ولا نعمل لأي طرف إن كان. هذه الأخبار يعني سمعنا كثير أخبار وسمعنا كثير مقالات بس للتشويش على مستقبل وعلى قرار رئيس سعد الحريري، سواء بموضوع المقاطعة أو عدم المشاركة وتسليم الأرض لحزب الله. نحن نرى أن المشاركة بالانتخابات في بعض المناطق هي تسليم لحزب الله بأنه انتصر، بس أستاذ فادي المشاركة بوجود سلاح حزب الله، أنت تعرف جيدا أنه المقاعد التابعة لحزب الله كما تقول كل الأحصاءات والأرقام ستبقى تابعة له حتى في هذه الانتخابات. طبعا، ولكن قدرته اليوم حزب الله حتى انه يطلع 5 أو 6 مقاعد للتيار الوطني الحر لفائض الاصوات الموجوده لديه. يعني التيار الوطني الحر الذي كان يحارب كل الاحزاب السياسيه وخاصه المستقبل لضمان حسن التمثيل، اليوم استسلم لحزب الله وسلم له توصيل او ايصال 5 أو 6 نواب ببعض الدوائر الانتخابيه من الاصوات الشيعيه، سواء بالوقاع الاوسط، البقاع الغربي، بيروت الثانية، بيروت الأولى، جبال، يعني واضحة الأمور. يعني ما في حدا بيقول اثنين بيختلفوا على أن أصوات الشيعية لحزب الله سوف توصل نواب مسيحيين لتيار الوطني الحر. فبالتالي نحن يعني نتفرج على هذه المسرحية التي يقودها حزب الله مع حليفه تيار الوطني الحر، وتضخيم كتلة التيار الوطني الحر على حساب المسيحيين الحقيقيين التغييريين الموجودين في تلك الدوائر. طيب خلينا نسأل أستاذ مالك بما أنه متبقي لنا وقت عن تأثير اللوائح المستقلة على نتائج هذه الانتخابات، هل يؤثر ذلك على التيار؟ تفضل أستاذ مالك، تفضل. بدي أرد على أستاذ فادي، إذا كان هو المسؤول الانتخابات بتيار المستقبل هيك تفكيره وهيك تحليله، أنا ما بستغرب ليش وصلوا لهالدرك، ليش وصلوا لهالواقع المتشرذم والمتشظي. يعني أنا أكيد 100% ببصم أنه هذا نتاج هذا التحليلات الخاطئة والتحليلات المنحازة التي يا ريت شاركنا بالانتخابات يا سيدي، المعروف من هو الفريق الذي تشظى ومن هو الفريق والبسيطة غير مرة الذي أصبح وصلت الفكرة أستاذ مالك، وصلت الفكرة نعم. أما موضوع اللوائح والترشيحات يا سيدتي الكريمة، التيار الوطني الحر وبلسان الرئيس سعد الحريري في آخر مقابلة سياسية قالها على تلفزيون الجديد ليلة اعتذاره، قال عام 2005 وعام 2009 وعام 2018 المسيحيون أعطوا التيار الوطني الحر، هم الذين أعطوه الأغلبية في الشارع المسيحي ونحن تعاملنا مع هذا الواقع. هذا برسم الأستاذ فادي سعد وكلامه عن أن التيار الوطني الحر يحتاج إلى دعم. بأي سنوات أستاذ مالك؟ انتخابي. أي سنوات؟ نعم، أي سنوات؟ 2005 و2009 و2000. هل يبقى الأمر نفسه اليوم بال2022؟ نعم نعم، وبزخم أكبر، وأن غدا لنظيره قريب. تمام، رد سريع للأستاذ فادي بدقيقة واحدة. أستاذ فادي،
اوكي، انا عاده ما بستعمل صفتي كمسؤول عن ملف الانتخابات، بس بدي اقول شغلي. ادغار طرابلسي ببيروت بيجيب 1000 صوت بصير نائب باصوات حزب الله. عون بزحلة عنده 3000 او 4000 صوت بصير نائب باصوات حزب الله. بجبال اصوات حزب الله، جبال كسروان، هي اللي تنجح التيار الوطني الحر. بالدائره الاولى كمان نفس الشيء، بعكار نفس الشيء، بالبقاع الغربي اليوم التيار الوطني الحر فرض على حلفائه انه يكون له نائب بالبقاع الغربي لحتى عمروني لحتى ينجح، وعم بحارب المرشح الارثوذكسي على اللائحه نفسها لحتى ينجح بداله. التيار الوطني الحر بلا حزب الله في عنده 5-6 نواب بيخسروا. بعلبك الهرمي عنده نائبين، بجنوب عنده نائب، اكثر من 7 نواب للتيار الوطني الحر سوف يفوزون باصوات شيعيه لحزب الله حتى يكبر كتلته. هذا تضخيم للكتله، منه حقيقي ومنه واقعي ومنه صحيح. شكرا لعضو المكتب السياسي لتيار المستقبل فادي سعد، والشكر موصول للقيادي في التيار الوطني الحر مالك أبي نادر على المشاركة معنا الليلة من بيروت.